مرحبا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ حملت اليوم على المخزن، اريد اسوي، اريد انظمه، ما من يعني ما عزلته، غلطت قلب اريد اشيل الغراض، فقلت خلي اشارك يومي وياكم. الغراض رجع يشيلها، رجعتها هوسة مثل ما تشوفون، عندي هوسة كل شيء معلقة هنا العلاليق. حاطة الغراض هنا مسويت له ركوب، وحاطة الغراض هنا مصفطتهن، ديت وذبيت الغراض. هسه عندي كلش هوسة، وهو مكانه أصلا ضيق كلش. شنو راح أطلع الغراض عندي كلهن؟ راح أطلع عندي هذا الجناط، احتمال أحطن فوق الكنتور، لأن أريد أجيب عندي الفرش، أريد أحطن هنا، لأن ما عندي مكان مثل ما قلت لكم، المكان مالتنا ضيق حيل. وعندي هذه القزامة، القزامة هاي كلش طويلة، تكرمون لحظة قدامكم، أريد أحطها يمكن هنا، يعني شو اسمه، أقصرها وأحطها هنا بمكان الجنط، وأحط يمكن زوالي هنا، أريد أشوف والله شلون تصير. ما أنا عندي، حبيت أشارك يومي وياكم. بقت عندي بس هذه القزامة مال أحذية، بقى عندي الكراتين، هسه راح أصفينا، عندي كرتونتين قوية، قلت أحط بيها هذه الغراض وأرتبها. هذه الأشياء بقى عندي، بس هذه المجرات وهذه الدريلات أريد أصفيها. هذا هو المخزن، يعني صغير، بس أنا شنو، هو مو صغير يعني زين، بس على مود أني لين غرفة نوم ما عندي، وكنتور يعني ما أخذ هواية أشياء، ولين ما مستقرة يعني، مو شقتي وأنا جايبة كنتوري، وكنتور مثلا جهال كبير وهاي الأشياء يعني، ومرتبة بيها. عم ذا شيء يعني ما تكفيني، وكل الغراض ازيد الغراض جابته هنا انا خلتها، وهسه راح ارتب اللوندري المخزن، العفو. غراض بعد ما طلعتها وحطيتها بالمطبخ، شوف الهوسة هاي كلها طبعا خزنة عندي المخزن، اللي حطتها بالمخزن فرغتها عندي المخزن. هاي هم فادتني مع الجداري، الكرتون حطيتهم بيها غراض، وهنا أنا فرغته كله، أريد أعزله، بس هاي ما عندي شي بيهن، بس الهيترات الصوبة يعني موجودة بيه، وهذا عندي بيه أشياء خشنة يعني محاطة بيه هوسة. أنا بعد ما صفيته كله المخزن ورتبته، وهنا أنا صفت عندي الأحذية، وهنا أنا رتبتهن كلهن بهذا الشكل. بس شنو راح اشيل عند الفرش الزوالي، وراح اوقفه من هذه الصفحه، لان مثل ما قلت لكم انا مكان ما عندي، فسويت مكان هنا، حطيت الجنط عندي فوق الكنتور، وراح اخليه هنا الزوالي. بعدها الهوسه شقه كلش هوسه من ورا المخزن، راح اشيل الفرش كلهن، شيل غرفه يوسف، غرفه عبودي، بعدها الهوسة عندي كل شيء معزلة، وكل شيء ملازمة ما عدا المخزن، نظفته وعزلته. هسه بدينا الترباية مال يوسف راقية، ومثل ما تشوفون الحدايد نازلة، فمحمد جاي يسويها، يرجع ويضبها. شلنا هنا الأخشاب، وهنا الشقة صايرة فد مرة كل الشوسة مقلوبة قلب لين تعزيل. ورد اشيل عندي الغراض، الفرش العفو، الزوالي، ورد اعزلهن. شقة فد مرة هوسة، ان شاء الله اخلص منهن. بعد ما شلت الزوالي، بعدنا كل شي منظفة، راح امسح عندي البنكات، عندي وصخاصة لفترة ما مسحتهن، قلت ما دام شلت الفرش وراح امسح. هنا أنا غيت حاط علي يشيل البسامير والبراغي هنا، وهنا أنا غرفة يوسف هم راح أمسحها، هسه راح أطفيها وأمسحها، أريد غرفة الاستقبال وغرفة الغرفة مالتنا هم راح أمسحها. طبعا الولد يوسف نظف هو غرفته، لي نظفها كمل، وعبودي هو هم نظف غرفته، نظفه كل الزين يعني جرى الشرباية، بس بعدني شنو التعزيل، مسحها كل القاع.
بعد بقعاني شلت الفرش كلها ولا شلتها، بس بعدني مو ماسحة. مسحت عندي البنكات بس الأرضية بعدني مو ماسحتها. بعدها هوسة مثل ما تشوفون، كل شيء هسه ما لازمة. بعدني بالهوسة. أنا جريت عندي هذه القنفة وصعدت عندي البردة. إيه بحك بحك بده، وراح أمسح الورا هنا ورا القنفة، راح أمسحها، أمسح الورا الزرع وأرجع على مود القنفات كلهم أمسحهم وأرجع على الهوسة. يا بدمار دمار الهوسة، أخلص اللي ارتاح. شكل اللوندري أو المخزن، وعذروني على التصوير، سويته بهذا الشكل زين، كلش ترتب عندي وما أخذ مكان، شلت الجناب حطيتهن عندي فوق الكنتور، والغراض رتبتهن بهذا الشكل كله، خليتهن على الرف وما بقت شيء عندي هوسة بي، وبقت عندي مساحة مثل ما تشوفون هسه صار كلش مرتب. هنا طبعا عندي هنا الهوسة، بد مرة الغرفة هوسة، هسه شنو بقت بس هاي لين كله نظفته وكله عزلته وترتب. عندي بس بقت الغرفة هذه راح اعزلها وارتبها وان شاء الله اكملها. طبعا انا ما اردت اسوي هذا الفيديو، اردت اسويه بس تعزيل المخزن، فقلت انا ما دام راح اعزل المخزن وارتبه لازم اشيل الفرش واسوي لهم فيديو تحفيزي ويشجعون يقومون ينظفون وياي، وان شاء الله تستمتعون بالفيديو. وطبعا تحبون فيديوهات طويله لو قصيره، شنو رايكم؟ اغلب التعليقات من تجيني الفيديوهات نتمناها يعني مو قصيره، طويله. انتو شو تحبون اكتبوا لي بالتعليقات، على مود يعني اذا تحبون قصيره قصيره، واذا تحبون طويله كثر لكم بها ان شاء الله. هسه راح ابدي بالتنظيف الغرفه. شلت الفرش اني، كانت تمطر الدنيا، الجو صار يجنن، مغيمه ومطر وبارده. اتمنى الجو دائما هيك يكون مطر وبارده. صارت كلها طين، هذا المنظر ورانا، ورا يعني ورا العمارة. الأجواء كلش حلوة بيها نسمة برودة. هسه ماما اي جاي تمطر. بعد ما شلت كل شي بالغرفة هسه شنو غيتي يدور على الدعاب الماتة. طبعا هنا انا راح اشيل، راح اكنس الزولية يعني واشيلها. وهنا انا جريت عندي الشرباية مال الغيط ومسحت عندي الجواها، كنست الجواها. هسه شنو راح اشيل عندي هذه الزولية على مود امسح الارضية. بعد ما مسحت البنكة هذه الوسخ تكرمون اللي وقع منها، وحطيت الجناط هنا فوق عندي الكنتور على مود صارت عندي مساحة بالمخزن. هسه نظفت عندي البنكة كلش، يعني كل البنكات نظفتن. هسه راح يبقى عندي بس المسح. بعد ما مسحت عندي الأرضية طبعا نشفت، شلت عندي العارضة، مسحت ورا المجمدة، وهسه راح ارجع كل شيء لمكانه وارجع الفراش. أنا بعد ما خلصت التنظيف وصار عندي شكل صالب هذا الشكل. طبعا شنو أنا هاي الزولية مال عبودي لين خفيفة، جبتها هنا حطيتها، قلت عمود لا القاعدة تبقى فارغة، لين هنا نقعد مرات ناكل، يقعدون الجهال لين الشقة ما شاء الله القاع مالتها باردة فحطيتها. وغرفة يوسف هم نظفتها وشلت الزوالي وصارت بهذا الشكل ما شاء الله. طبعا جاي تمطر والجو صار يجنن. والبالكون هم غسلتها ونظفتها، والشقة صارت عندي تلمع لمع الحمد لله والشكر بعد معاناة وتعب مو طبيعي. غرفة عبودي هم كملت عندي، شلت الفراش وهنا الممر
والمطبخ هم جهز وغرفتنا هم. شلت مثل ما قلت لكم زوار وحطيت الجنط هناك فوق الكنتور على مود المكان. حمامات طبعا غسلتها. وهذا المطبخ هم شلت الزوالي مالته والحمد لله والشكر هسه اللي ارتحت. وطبعا حسب طلبكم هذا الفيديو والله سويته، لان انا الزوالي ما مأثر علي والحمد لله والشكر. احنا الشقة كلش باردة ما شاء الله، لان كهرباء مستمرة فيعني ما عندي معاناة الحار الحمد لله والشكر. وعلى مودكم لين طلبتوا مني هواية هذا الفيديو مال شيلي شيلي الفراش شيلي الفراش شيلي الزوالي لين حارة حارة فسويته لخاطركم يعني. والله لان انا ما مأثر علي الفراش، لان ما شاء الله يعني باردة الشقة مو حارة. ولهنا ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو ويكون فيديو تحفيزي لكم، مثل ما اني قمت اشتغلت انتم قوموا اشتغلوا ورتبوا البيت وخلصوا احسن ما واحد قاعد. ولهنا انا راح اختم وياكم الفيديو وان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا اتمنى صعدوا لهذا الفيديو عدد المشاهدات واللايكات، امشي اللايك لان اغلبيتها تشوف الفيديو وما تحط لايك، واللايكات هي لصعد طبعا عندي مستوى الفيديوهات والقناة، هذا اللي اتمناه منكم. من هنا راح اقول لكم مع الف سلامة حبايبي.